بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة الماضية وقفنا على ما ذكر المؤلف رحمه الله من ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى. قال رحمه الله: وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه، لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليلة الإسراء، بين أن من أنكر ذلك، يعني أنكر، لم ينكر الإسراء والمعراج، وإنما أنكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحذيفة بن اليمان، هو معذور، لأنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يكن له أن يخالفه رضي الله عنه. فهذا من باب الاعتذار لحذيفة رضي الله عنه، والحجة فيما ثبت لا فيما قاله أو رآه الصحابي إذا كان يخالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتذر له بأنه لم يبلغه هذا النص. نعم. إذن هذا يأتي دليلا على بعض أتباع العلماء والمتبوعين، إن كان لإمامهم قول زاحموا به النص، وإن لم يكن قالوا فلماذا سكت؟ ربما ضعف عنده الحديث، فكانوا ينطحون النصوص بقوله أو بصمته أحيانا. هذا معلوم البطلان، أنه ما يحتج بقول أحد أو فعل أحد مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأحد الذي خالف، إما أنه لم يبلغه النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه بلغه ولم يثبت عنده، أو أنه بلغه وثبت عنده لكن رأى أنه لا يدل على هذه المسألة بعينها، فلهم أعذار بيّنها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أعذارهم إذا خالفوا. وعلى كل حال، الحجة فيما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في قول الصحابي أو قول العالم. إذا كان قول الصحابي لا يقبل إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يقبل قول العالم إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فليس هذا حجة، وقولهم أنه أعلم بالحديث ليس كذلك، فقد لا يكون عالما بوجود الحديث أصلا، قد يكون علم به لكن لم يثبت عنده وهو ثابت عند غيره، قد يكون تبين له ما لم يتبين لغيره ويكون مخطئا في فهمه، إلى غير ذلك من الأعذار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. نعم، سبق لنا أن الصخرة هي قبلة اليهود، وأما النصارى فكانوا يستقبلون المشرق، والمسلمون يستقبلون
الكعبة المشرفة. كانوا في الأول يستقبلون الصخرة في أول الإسلام، ثم نسخت القبلة وحولت من الصخرة إلى الكعبة المشرفة بأمر الله سبحانه وتعالى. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. تكرر الأمر بذلك في آيات متجاورة من سورة البقرة. فالعمل يكون بالناسخ لا بالمنسوخ، ومن بقي على المنسوخ فهو ضال أو كافر. فالذي يبقى على استقبال الصخرة بعد نسخ استقبالها يكون كافرا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وعمر فطن لذلك فلم يصلي إلى الكعبة وبينه وبينها الصخرة، لئلا يشبه هذا من يصلي إلى الصخرة بعد نسخ استقبالها، أو يحتج به من يحتج فيما بعد. فعمر رضي الله عنه لحذقه وفطنته قطع هذه الذريعة، واعتبر هذا من مضاهاة اليهود. نعم. قال رحمه الله: وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا. نعم. عمر رضي الله عنه له توقعات وفراسة اختص بها رضي الله عنه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فهو عمر بن الخطاب. وقد وافقه القرآن في مسائل رآها فنزل القرآن بموافقتها، مثل حجاب النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قتل الأسرى في بدر وعدم قبول الفدية منهم. فله موافقات كثيرة رضي الله عنه، مما يدل على فضله وحنكته وفراسته الصادقة وسياسته الموفقة في خلافته رضي الله عنه. ومن ذلك أنه فطن لهذه المسألة، لأنه لو جعل الصخرة بينه وبين الكعبة لأوهم ذلك أنه يستقبل الصخرة، فتجنب هذا الشيء دفعا لهذا الإهام، وإن كان لم يقصد هذا. نعم. قال: فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا. هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورأى أبا بكر ينزع وفي نزعه ضعف، وذلك لا لقلة فضله وجهاده رضي الله عنه، لكن لقصر مدته في الخلافة، فإن خلافته سنتين وزيادة أشهر. فهو لما وطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم توفي قبل الشروع في غزوات الفارس والروم. فلما جاء عمر رضي الله عنه الرجل القوي المهاب واصل الجهاد في سبيل الله حتى فتح الله على يديه المشارق والمغارب، فاستحالت الدلو التي كان ينزع بها، التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ينزع بها من البئر، ينزع الماء من البئر، استحالت غربا يعني ذنوبا كبيرا. ولا شك أن الغرب والذنوب أكثر من الدلو، فاستحالت غربا يعني فيها مال كثير، فماء كثير، فشرب الناس ورووا وبركوا بعطن، تشبيها بالإبل إذا رويت فإنها تعطن في المعاطن. فهذا تشبيه بليغ لسياسة عمر رضي الله عنه وحنكته قوته. نعم. قال رحمه الله: هو الذي استحال ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فريه حتى صدق فريه. قال صلى الله عليه وسلم: لم أرى عبقريا يفري فريه. والعبقري هو الحاذق. نعم. حتى صدر الناس بعطن، تشبيه بالإبل إذا شربت فإنها تبرك في المعاطن. نعم. بعد الشرب.
فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيف. هو الذي فتح المشارق والمغارب ونشر الإسلام وأذل الله به أهل الكفر واليهود والنصارى حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه مناقب عمر رضي الله عنه وسيرته في الإسلام وقوته. وهذا يدل على كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم. قال: ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام. من حذقه رضي الله عنه أنه منع كل أمر يكون وسيلة إلى نقض عرى الإسلام. إلى نقض عرى الإسلام حماية للإسلام، فهذا فيه سد الذرائع التي تفضي إلى المحذور، إلى المحرم وإلى الشرك. نعم. مطيعا في ذلك لله ورسوله. بلا شك أنه ما يأتي بشيء من عنده في سياسته وآرائه وأوامره ونواهيه، وإنما هو وقاف عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف الكتاب والسنة. نعم. قال: وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مشهور عنه، الوقوف مع كتاب الله وسنة رسوله، أنه كان يغضب ويريد أن يبطش، فإذا ذكر له الكتاب والسنة فإنه يمسك ويقف ولا يتجاوزه. نعم. محتذيا حذو صاحبيه. محتذيا حذو صاحبيه، يعني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهما. نعم. مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان. هذا من حسن سياسته رضي الله عنه، أنه لا يستبد بالأمر، وإنما يستشير أهل الفضل وأهل العلم وأهل السابقة في الإسلام. فكان يستشير كبار المهاجرين والأنصار إذا حزبه أمر أو حضرت قضية أو حادثة، فإنه لا يستبد فيها، وإنما يستشير أهل الفضل وأهل العلم السابقة في الإسلام من المهاجرين والأنصار. نعم. قال: مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. نعم، يستشير بقية العشرة ويستشير غيرهم مثل أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود والعبادلة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وزيد بن ثابت الأنصاري الكاتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لهم سابقة في الإسلام وهم أثبت قدما في الإسلام والعلم من غيرهم، فكان يستشيرهم لا لذواتهم ولا مجاملة لهم، وإنما لما فيهم من السداد، سداد الرأي والعلم والفقه والتقوى لله عز وجل. نعم. قال رضي الله عنهم: وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله. نعم، هو لا يستشير إلا من فيه الصفات المشورة من العلم والفقه والدين والقوة، كان يستشير هؤلاء. نعم. حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه. نعم، حتى إن الذين جاءوا من بعدهم من بعد عمر رضي الله عنه مشوا على طريقته في الشروط على أهل الكتاب إذا استولوا على بلادهم، فإنهم ساروا على سيرة عمر رضي الله عنه مع أهل الكتاب، وهذا تنفيذ لكتاب الله عز وجل. نعم. وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله. ومن ذلك أنه منع تولية الكفار شؤون المسلمين الخاصة، شؤون المسلمين الخاصة والتي يطلع فيها على أسرارهم، فلا يجعل الكافر وزيرا أو مستشارا عند ولي الأمر. لا مانع أنه يستأجر الكافر لعمل من الأعمال، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق وكان كافرا،
فلا مانع من الاستفادة من خبرات الكفار، لكن لا يمكنون من شؤون المسلمين وأسرار المسلمين ويكونون عند الولاة والأمراء بطانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نعم، فعمر لم يتخذ من هؤلاء بطانة، لم يتخذ من هؤلاء بطانة، بل إنه أنكر على أحد الصحابة الفضلاء من أكابر الصحابة لما اتخذ كاتبا نصرانيا حاذقا في الحساب، قال له اجعل بدله مسلم، قال له اجعل بدله مسلم، فراجعه ذلك الصحابي قال اعتبر النصراني اعتبره مات، فاصنع ما أنت صانع. نعم. قال: حتى روي عنه أنه أحرق الكتب العجمية وغيرها. نعم، وهذا هو الواجب، أن لا تروج كتب الشر وكتب الضلال وكتب الانحراف والكتب التي فيها الأديان المنسوخة أو الممسوخة، فإنها لا تروج بين المسلمين ويقال هذا للاطلاع ويترك في أيدي المسلمين. نعم. نحن نقرأ في تاريخ المأمون أنه هو اللي صارت نهضة علمية وأمر بالترجمة من الرومان واليونان والهند. هذا من معايب المأمون غفر الله له، من معايبه أنه ترجم الكتب الرومية وأدخلها على المسلمين، حتى قال الإمام أحمد: لا أظن أن الله ينسى المأمون، فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه. وما حصل من المحنة بالقول بخلق القرآن إنما هو من جراء تقريب المعتزلة، من جراء تقريب المعتزلة وتعريب الكتب العجمية الرومية، تعريب الكتب اليونانية والرومية، جرى ذلك على المسلمين شرا، وهذا بسبب البطانة التي اتخذها المأمون من المعتزلة الذين أشاروا عليه بهذه المشورة الخبيثة. ولا يزال المسلمون يعانون من تصرفات المأمون إلى الآن في ترجمة هذه الكتب. نعم. قال رحمه الله: هو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، عمر رضي الله عنه. نعم. حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة. صبيغ بن عسل التميمي كان كثير التساؤلات والتشكيكات في الآيات والأحاديث، كان يسأل أسئلة تشكيك وإيهام وتردد، وكان يجتمع عليه بعض الجهال، فتنبه له عمر رضي الله عنه واستدعاه، ثم ضربه على رأسه بالعذق حتى أوجعه وأدمه، ثم نفاه بعد ذلك، ثم من الله على صبيغ فتاب إلى الله واستفاد من هذا التأديب، وأثنى على عمر رضي الله عنه. نعم. قال: وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. نعم، سيأتي عن عمر رضي الله عنه في نهيه عن التشبه بالكفار في أعيادهم وفي زيهم ولباسهم وفي عباداتهم ما يدل على قوة شكيمته، وأنه لا ينقاد للمغرضين أو لأصحاب الأهواء أو المخادعين، لا ينقاد لهم، وإنما يثبت على الحق ويأخذ حذرة من هذه الأمور، ولا يحسن الظن بكل أحد، إنما يحسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وعلماء الصحابة. نعم. ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك. سبق في قبل قليل أن من جاء بعد عمر ساروا على
منهج خطته ومنهجه في الشروط على أهل الذمة، ومنهم عثمان رضي الله عنه الخليفة من بعد عمر الذي ولي الخلافة بعد عمر مباشرة، فإنه مشى على خطة عمر رضي الله عنه في هذه القضية. نعم. قال: فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. نعم. وروى سعيد في سننه: حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال: خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا، فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهارهم. ورواه ابن مبارك وحفص بن غياث عن خالد، وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. نعم. وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يكرهان السدل في الصلاة. نعم. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل ابن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. نعم. ومنهم ما رواه عن عطاء عن النبي صلى الله ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هشيم: حدثنا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده. نعم. السدل هو كما ذكر العلماء أن يلبس ثوبا واحدا ولا يرد طرفيه، يضع الثوب على كتفيه، يضع الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، هذا هو السدل، لأن ذلك مظنة انكشاف العورة. وأيضا فيه تشبه باليهود لأن هذا زيهم، فلهذا نوي عن السدل في الصلاة، هذا هو السدل. وتكاثرت الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا وفي غير ما ذكره المؤلف النهي عن السدل في الصلاة، وهو هذا أن يطرح الثوب أو الرداء على كتفيه ولا يرد طرفهما على الآخر، هذا إذا لم يكن عليه ثوب غيره، أما إذا كان تحته ثوب ساتر فلا مانع من ذلك. نعم. قال: لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، هذا إذا كان تحته ثوب يستر. نعم. وأنه كان يصلي سادلا كما ذكرنا، يعني يبين هذا أو يشرح هذا بأنه لا يكرهه إذا كان تحته ثوب يستر. نعم. قال: فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث، والمسألة مشهورة وهي عمل الراوي بخلاف روايته. هذا جواب آخر، وهو أن لعل عطاء رضي الله عنه، والمراد بعطاء عطاء بن رباح إمام أهل مكة من التابعين المشهورين، وهو من تلاميذ ابن عباس. نعم. رضي الله عنه عنهما، وهو الفقيه المشهور، كان يروى عنه أنه لا يرى بأسا في السدل، بينما يروى عنه روايات أخرى أنه ينهى عن ذلك. الجواب عن ذلك أنه كان لم يبلغه النهي، فلما بلغه النهي نهى عن ذلك ورجع عن رأيه. نعم. قال: والمسألة مشهورة وهو عمل الراوي بخلاف روايته، هل يقدح فيها؟ حتى لو أنه علم بالروايات الأخرى، لو أنه علم بالروايات التي تمنع خالفها فالحجة فيما روى لا فيما رأى، هذه قاعدة. نعم. عند أهل العلم أن الراوي إذا خالف ما رواه فالحجة فيما روى فيما روى لا فيما رأى. نعم. والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها. نعم. لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. نعم، كما سبق أنه إما أنه لم يبلغه حديث، وإما أنه بلغه ولم يصح عنده، أو أنه بلغه وفسره بغير تفسيره اجتهادا منه. نعم. وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله أن أباه كره السدل في الصلاة،
نعم. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأكثر علماء يكرهون السدل مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد. وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، توفيقا بين الآثار وحملا للنهي على لباسهم المعتاد. نعم، هذا هو ما ذكرنا، أنه إذا كان تحته قميص يستر فإنه لا بأس في أن يرخي طرفي الرداء، أما إذا كان ليس تحته قميص فإنه يكره له السدل. ولهذا قالوا يكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. نعم، وهذا هو تخريج هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ثم مضى المؤلف يتحدث عن هل السدل المحرم يبطل الصلاة، ندع ذلك. أضاف في رواية مرت تغطية الفم، نعم، لثام. يكره التلثم في الصلاة من غير حاجة، لأن هذا فعل اليهود وفيه تشبه بهم، فيكره التلثم في الصلاة إلا إذا كان هذا لحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. مضى المؤلف يتحدث هل السدل محرم يبطل الصلاة، وندع ذلك للحلقة القادمة إن شاء الله لفراغ وقت هذه الحلقة. أيها الإخوة المستمعون، نأتي بهذا إلى نهاية هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرح اقتضاء الصلاة المستقيم. هذه في الختام تحية مهندس صوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.